السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي المقبلين على اجتياز امتحان السنة الثانية بكالوريا، ووفقكم الله وسدد خطاكم، الله يفتح لكم البصر والبصيرة إن شاء الله يوم الامتحان. ما تنسوش الدعاء، ما تنسوش التركيز والدقة في الأسئلة إن شاء الله، الله يوفقكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله بغيت ندير لكم واحد التذكير وفي نفس الوقت ملخص لجميع دروس السنة الثانية بكالوريا، وفي نفس الوقت غادي نوريكم الطريقة باش كيتحطوا الأسئلة في الامتحان إن شاء الله. حتى إلا كنتي انت ولا انت باقي ما وجدتيش، باقي ما راجعتيش الدروس ديالك ديال الإنجليزية، ما عليك إلا تفرج في هاد لا فيديو هادي إن شاء الله، غادي تفيدك بزاف وإن شاء الله غادي تمشي مرتاح ومستعد نفسيا و يعني وذهنيا لاجتياز الامتحان ديالك بكل أمان. إذا على بركة الله غادي نبداو بالتذكير ديال درس باس بيرفكت. إذا بالنسبة لباس بيرفكت، لا ريغل ديالو أو القاعدة ديالو هي هاد بلاس باس بارتيسيبل. مثلا هاد وركت، هاد لانش، وهاد لو طون هذا او هاد التانس اللي هو باست بيرفكت ديما كنستعملوه ملي كنلقاو في الجمله وين او لا كنلقاو فيها بيفور او لا كنلقاو فيها افتر، او لا بعض المرات كتكون عندنا الجمله ما فيها حتى شي انديكيتر، كتكون جمله بادين لك مثلا هضرين بسيمبل باست وخلاو وداروا لك النقاط في الجمله، يعني كينتظروك انت تكتب تما باست بيرفكت بهذه القاعده هذه. يعني كتاخذ لو فيرب اللي تعطى لك ما بين قوسين، كيعطيو لك واحد لو فيرب بين قوسين، كدير ليه قدامه هاد، وهذاك لو فيرب كتصرفوا الباست بارتيسيبل ديالو. الا كان هو من بين لي فيرب ديال ريغولار فيربس، يعني اللي كتزاد ليهم او دي راه كتزيدو او دي. الا كان من بين لي فيرب اللي كيتبدلوا كاريمون راه غادي تبدلو، كدير ليه الباس بارتيسيبل ديالو مورا هاد. اذا الا كانت الا لقيتو وسط الجمله وين، كديرو هنايا باس بيرفكت قدام هاد وين، يعني في الجمله اللي كاينه قبل وين. الا عطاوك هادي خاويه غدير فيها سيمبل باس، عطاوك هادي خاويه هاد الجهه هادي خاويه غدير باس بيرفكت. ونفس الشيء البيفور، كاينه بيفور وسط الجمله، خاصكم دائما تقراو الجمله لقيتو فيها وين، راه مطلوب منكم ديروا باس بيرفكت او لا سيمبل باس، يعني وين محصوره بيناتهم على هذا الشكل. الا كانت عندكم بيفور الاستعمال ديالها بحالو بحال وين، ولكن الا كانت عندكم هاد الكلمه هادي ديال افتر راه كتكون يعني بعد، افتر هي بعد، بيفور هي قبل، وين يعني عندما او لا في الوقت الذي. عندنا الا كانت عندنا افتر راه كتكون العكس ديال وين او بيفور، يعني كيسبق سيمبل باس في الجمله، عاد الشيء اللي كيجي موراه لاكسيون اللي كتجي موراه كتكون مصرفه الباس بيرفكت. او لا بعض المرات كيكون عندنا باس بيرفكت مستعمل في كونديشنال تايب 3، تيكون عندنا من بعد هاد باس بيرفكت هذا كيكون افتر اف بلس سبجكت، يعني تيكون من بعد اف ومورها سبجكت كما غتشوفوا من بعد ان شاء الله معايا في التلخيص. تنديرو في كونديشنال تايب 3 القاعده ديالو هي هذه، اف بلس سبجكت بلس باس بيرفكت اللي هو هاد بلس باس بارتيسيبل اوف ذا فيرب، و الشق الثاني ديال الجمله ولا ذا مين كلوز كيكون فيها سبجكت بلس وود هاف بلس باس بارتيسيبل. اذا غنعطيكم هنا امثله، اف ادمز هذه راه مثال من بين الامتحانات، اف ادمز كانوا عاطين هنا هاز في بلاس هاد، عاطين هاز بين قوسين، دايرين هاز بين قوسين، وقال لك correct the verbs between bracket. درنا في بلاصتها هاد، وهاد الكلمه ديجا راها معطيه لينا هاد الفيرب هذا ديجا معطي لينا هاد performed well he would have qualified. هادي راها استعملت past perfect في conditional type 3. مثال اخر، ليلى first meet
هنا عندنا verb between brackets، هذا ما مصرفش، داروه بين قوسين، ومطلوب منا حنايا اننا نصرفوه الباست بيرفكت. علاش مطلوب منا نصرفوه الباست بيرفكت؟ حيت عندنا هنا هاد وين وموراها سيمبل باست، ها هو سيمبل باست، وهما راه عطاونا الجمله هكذا وخلاو لينا هاد البلاصه خاويه. وانا فاش قريت الجمله كنلقى هاد وين هنايا كما شرحت لكم في القاعده، وجات موراها سيمبل باست، الوغ داك لو فيرب اللي عندي انا بين قوسين مطلوب مني نديرو الباست بيرفكت. كما هنايا هاد ميت، هاد بلس باست بارتيسيبل ديال ذا فيرب تو ميت. نمشيو ثاني المثال الاخر، امين ورك، عطينو لينا هما بين قوسين as an engineer، وكاينه before، عطين لينا before he immigrated simple past هنا. alors le verbe اللي كاين قبل من before خاصو يتصرف في past perfect، درنا فيه had worked. ومثال اخر بالنسبه لهذا المثال هذا نيت راني قلبتو لكم استعملت فيه after باش تفهموا الاستعمال ديال after. امين immigrated to Canada after he had worked as an engineer.